هذا سائل يقول: يقال إن ميزاب الكعبة متجه نحو محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا القول صحيح؟ الله أعلم، لكن محراب الرسول صلى الله عليه وسلم متجه إلى الكعبة، متجه إلى الكعبة، لأن جبريل هو الذي أما النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، قال الصلاة بين هذين الوقتين. فقبلة المسجد النبوي هذه عن جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم.